دكتور أحمد أبو الوفا، أستاذ ورئيس قسم الأنف وأذن بكلية طب جامعة أسيوط. أنا جاي المؤتمر النهاردة كتشير بيرسون في إحدى الجلسات بدعوة كريمة من الرينولوجي جروب أستاذ الدكتور رضا كامل. والحقيقة المؤتمر النهاردة بيتعرض لبعض الحاجات الفيري انترستنج اللي هي مهمة جدا، اللي خاصة بالنواحي المختلفة اللي بتغطي كل أمراض الأنف تحديدا وعلاجها من الناحية الجراحية ومن الناحية الدوائية. طبعا من أشهر الحاجات اللي بيغطيها المؤتمر اللحميات الخاصة بالأنف اللي هي بتبقى فيها انتشار داخلي وتشعب في كل الجيوب الأنفية، وبيتناول طبعا تحديدا العلاج المنظار العلاج لهذه الأمراض عن طريق المنظار الجراحي بكل بقى التقنيات الجديدة والحديثة فيه. وطبعا المؤتمر الحقيقة يعني بيغطي كافة المناحي في هذه الأمراض وعلاجها، وبيحتوي على كوكبة جميلة جدا من علماء من كافة أنحاء العالم. أعتقد يعني مفيش بلد مش مشاركة معنا النهاردة في هذا المؤتمر.